حاسس بايه؟ لا الموسيقى التصوير اللي انت عاملينها والوقفه بتاعتك يعني انتهز اي احنا بنستغل اللي انت تعبان كمان وجاي من ماتش النهارده. فخلينا ندخل على طول في الموضوع. جاهز للاسئله؟ جاهزه. كابتن علاء حضر اللواء في الشرطه ودلوقتي مدرب كبير، هل زعلت لما فصلت بقى ورحت للتدريب؟ لا هو لما خدت القرار كان قرار صعب جدا طبعا، انت عارف يعني ايه ضابط شرطه، وصلت لمكانه كويسه خلاص عميد وداخل هكمل السلك بتاعي واوصل لواء. بس لما جه المفاضله ما بين ان انا اكون اكمل في التدريب او ان انا استمر في الشرطه، كان الظروف ساعتها غير متاحه في الوزاره اني اتفرغ للتدريب. فكنت وصلت لمرحله كويسه واتناقشت مع اصدقاء وقيادات ليا وخدت القرار ان انا اقدم رغبه ان اكتفي برسالتي في وزاره الداخليه والشرطه واخترت سلك التدريب. واعتقد ان ده يعني قرار الحمد لله. قرار كان صعب ولا ولا كان صعب؟ طبعا كان صعب، انما غير مسار حياتي تماما. هو كابتن علاء عبد العال بيحارب النجوم؟ لا هو بيقال ان انا بحارب النجوم، انما لا والله انا برضه ضميري و بالعكس انا نفسي يبقى عندي نجوم بس عندها عطاء في الملعب، مش نجوم تيجي سوري بلغه الكره تهجص او تبقى ما عندهاش حاجه واتفاجئ ان هم عايزين كمان يتواجدوا وياخدوا اكتر من حقهم. انما مهم جدا ان انت يبقى عندك لعيب تقيل ولعيب حتى لو نجم بس عنده عطاء، فالمقوله دي بتتقال، انما لا بالعكس. الحاجه الثانيه مش عيب ان انت تطلع لعيبه جديده وتعمل حاجه في حياتك تتحسب، واعتقد ان انا ناجح في الحته دي بشكل كويس. شخصيتك القويه معاهم بتعمل لك مشاكل عشان كده بتفضل اللي تختار عناصر لعيبه بس عايزه تبذل مجهود مش جايه تريح، بتخاف من الصدام معاهم عشان شخصيتك؟ لا بالعكس، انا لا اخشى الصدام ولا اخشى المواجهه، بالعكس انا ياما لعيبه نجوم كانوا موجودين وحسن مصطفى جه لعب في نادي الداخليه وخد فرص كبيره، احمد صديق حاجه محترمه جدا ونجم وجاي من النادي الاهلي وخد بطوله افريقيا ولعب وكمل حتى في انبي كان في نجوم.